لاحظ المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي أن كل اللقاءات الكبرى التي نظمت في الماضي، سواء كانت تلك التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أتحدث هنا عن المفاوضات، أو تلك التي مزجت بين المصالحة الوطنية وما يسمى بالإصلاحات المؤسسية، فأتحدث هنا عن المؤتمر الوطني السيادي، وكذلك عن المنتديين الشاملين. فلاحظوا أن كل هذه اللقاءات لم تحقق النتائج المرجوة. بسبب ماذا؟ بسبب افتقارها إلى آلية واضحة المعالم لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. في الماضي ارتأى المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي ضرورة إيجاد هيئات متخصصة تكمن مهامها في متابعة تنفيذ الجهات المعنية، وهي الوزارات أو الحكومة بصورة عامة، متابعة تنفيذ هذه الجهات لمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي. فحرص الحوار على تأسيس 5 هيئات. الهيئة الأولى هي ما يسمى بالإطار المستقل للتقييم والمتابعة أو للمتابعة والتقييم سيز، والهيئة الثانية هي لجنتنا، هي اللجنة التوجيهية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل، والهيئة الثالثة هي ما تسمى باللجنة الدولية لمتابعة وتقييم اتفاقية دوحة، واللجنة الأخيرة هي آلية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ما يسمى بـ DDR. أما فيما يخص اللجنة التوجيهية العليا فقد أسست بموجب المرسوم رقم 20 رئاسة الفترة الانتقالية رئاسة الوزراء 2022، و هذه اللجنة يترأسها رئيس الوزراء وتتكون من 53 عضوا. أيضا هذه اللجنة يعني أفضل كوادر الدولة التشادية، وتكمن مهام هذه اللجنة في متابعة مدى تنفيذ الوزارات، وهي ما يسمى بالأقسام الإقطاعية، هي الوزارات التي تتشكل منها الحكومة، مدى تنفيذ هذه الجهات لمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي، سواء كانت قرارات أو توصيات. من أجل تحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم هذه اللجنة إلى 4 لجان مواضيعية فرعية، وكلفنا كل لجنة فرعية مواضيعية بمتابعة محور من محاور ما يسمى بدفتر مهام الفترة الانتقالية. إذن بصورة عامة استطيع القول بأن مهام هنا هي تعد يعني أهم مهام في الفترة الانتقالية، لأن الحوار كلنا لاحظنا ذلك كان نموذجا بكل صراحة للقاءات الأخوية التي تمت على تاريخ تشاد، ولم يسبق في تاريخ تشاد أن انعقد حوار بهذا الحجم. فمن هنا حرص المشاركون في الحوار على إيجاد هذه الآليات، وبحمد الله تم تشكيل هذه الآليات وهي تتخذ شكل لجان، والآن بدأت في القيام بمهامها. كوننا لجنة مختصة تتكون من أكبر المتخصصين في القانون الدستوري في تشاد، وبتوفيق من الله استطاعوا أن يضعوا لنا مسودات لدستور تشاد. هذا أكبر شيء تم إنجازه، أو أكبر مخرج من مخرجات الحوار تم أو شرعنا في تنفيذه الآن. فنحن بعد إكمال هذه المسودة سنقوم بتنظيم، أو الدولة ستقوم بتنظيم ما يسمى بالاستفتاء الدستوري. الشعب هو الذي سيقول هل هذا الدستور يناسبه أم لا. إذا صوت بنعم عندها نستطيع أن نسمي هذا المستند أو هذه الوثيقة بالدستور التشادي. فاستطعنا الحمد لله وبفضل الانخراط المستمر للسلطات العليا استطعنا أن نشكل ما يسمى باللجنة المكلفة أو اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري.